والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السادة، السيد رئيس ديوان المحاسبة، السيد وكيل ديوان المحاسبة، السيد رئيس مجلس الإدارة بالمعهد الوطني للإدارة، السادة الحضور الكرام، تحية طيبة وبعد. في البداية لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لرئاسة الديوان على ما بذلوه من جهد في سبيل إنجاح مبادرة لبنة، والشكر موصول لإدارة الموارد البشرية بالديوان على جهدهم الذؤوب ومواصلة الليل بالنهار من أجل جعل مبادرة لبنة من فكرة تدور في الأذهان إلى واقع بدأ الجميع يلامسه في إدارات الديوان كافة وفروعه. والشكر موصول لجميع أعضاء هيئة التدريس من داخل الديوان وخارجه، والذين كان لهم دورا محوريا في تأهيل منتسبي هذه المبادرة، جاعلين منا عناصر فاعلة وقادرة على خوض غمار العمل الرقابي وفق أفضل الممارسات المهنية. أيها السادة الحضور الأفاضل، لا تخفى عليكم القوانين التي تنظم أوجه التعاقد والتعيين في قطاعات الدولة المختلفة والمتمثلة في القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل، ونحن نفتخر اليوم بأن ديواننا التزم تماما بهذه القوانين وغيرها من اللوائح والمسوغات، وذلك من حيث توافر الملاك الوظيفي والإشهار في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إليها اجتياز الاختبارات والالتحاق بدورة تدريبية تصل مدتها إلى ما يقارب السنة، وذلك خلاف ما تنتهجه أغلب قطاعات الدولة الأخرى والتي لا تلتزم في قرارات تعاقدها بأبسط مواد قانون علاقات العمل، بل وإن لم يكن هدفا منها جعل الدولة في السياسة أمر واقع ويثقل كاهلها بقرارات التوظيف العشوائية في ظل بيئة عمل تحكمها الوساطة والمحسوبية. السادة منتسبي لبنة الدفعة الثانية، بالأمس القريب عقد علينا ديوان الأمال واليوم يجددها معكم لكي تكونوا على قدر عال من المسؤولية لبث روح جديدة للعمل من أجل هذا الوطن، وهذا ما يحتاج منكم إلى المثابرة والجد والاجتهاد المتواصل طيلة البرنامج التدريبي المنعقد خلال الفترة القادمة، وأن تحرصوا كل الحرص على الاستفادة القصوى منه، فهو طريقكم نحو النجاح والتميز في العمل الوظيفي بالديوان. وفي الختام، فإننا نتوجه بالشكر والتقدير للسادة بالمعهد الوطني للإدارة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وتوفير البيئة المناسبة للتأهيل والتحصيل العلمي، الأمر الذي انعكس إيجابا على البرنامج التدريبي وجودة مخرجاته من العناصر المتدربة. ولا يفوتنا أخيرا أن نوجه شكرا خاصا للمكتب الإعلامي بديوان المحاسبة، وذلك لمواكبته الحدث منذ بدايته وحتى هذه اللحظة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دليل عملكم إن شاء الله في المستقبل، مش نقصد دليل عملكم هو رأينا، لكن هو الأساس في العمل يعني. واللي طبعا عمل ديوان المحاسبة، أنتم تعرفوا أن ديوان المحاسبة هو الجهة الأعلى للرقابة على المال العام في ليبيا، يختص بالرقابة على التصرف في الأموال العامة، تقييم قطاع الحكومي بشكل عام، التأثير على القطاع الحكومي في تحسين الأداء، نحو تحسين الأداء. طبعا هذا الأمر هو مهم جدا، وهو الهدف الأساسي لوجود أصلا ديوان المحاسبة. يتطلب تحقيق هذا الهدف مجموعة من الشروط اللي يجب أن يلتزم بها الديوان، ويعني يلزم نفسه بها حتى يستطيع تحقيق هذا الهدف السامي، اللي ما هوش سامي في ليبيا بس، كل دول العالم تعطي أهمية خاصة للرقابة على الأموال العامة. المنظمات الدولية، الأمم المتحدة نفسها دائما تتكلم على مكافحة الفساد باستخدام الأمثل للموارد، عدم الإفلات من العقاب، تسجيل ومتابعة تصرفات الأموال العامة، هذا بشكل عام. بشكل ممكن حتى لو نمشي أكبر من هيك، نلقى أن أغلب المشاكل اللي تحصل سواء في العالم على مستوى العالم أو على المستوى المحلي، في ظهرها تلقاها مشاكل مسلحة وصراعات سياسية ومشاكل، لكن في حقيقتها أغلبها هي مشاكل اقتصادية مالية تتعلق بالأموال الغير مشروعة، ويكون مصدرها ومصدر تغذيتها في الغالب هو الأموال غير الشرعية والأموال الفاسدة خلينا نقول. وبالتالي يقع على كل الجهات سواء كانت التنفيذية أو الرقابية المسؤولة في الدولة مسؤولية كبيرة جدا في كيفية التصرف في الأموال العامة والرقابة عليها وتحقيق الشفافية وتحقيق المساءلة. كل هذه المبادئ أو هذه الأمور يلعب فيها ديوان المحاسبة دور أساسي. أول خطوة في
مكافحة الفساد أعتقد وكنا نتفق عليها هي الشفافية. كل ما زاد مستوى الشفافية في الدولة أو مستوى الشفافية في التصرفات في أموال العامة أو حتى في التصرفات في الأمور الإدارية الأخرى، كل ما انخفض مستوى الفساد، والعكس كل ما انخفضت الشفافية أو صار نوع من التكتم على المعلومات والبيانات والتصرفات، كل ما نتوقع مستوى عالي من الفساد. شنو هو دور الديوان في تحقيق أو تحسين مستوى الشفافية واستخدام الأمثلة للموارد؟ طبعا هذا هو اللي لازم نتكلم فيه، ولازم يعني نحتوكم على كيفية الوصول أو كيفية كيف نكون احنا مؤثرين في هذا المجال. ولين بنرجع بكم هنا لنقطة التوظيف بشكل أساسي، يعني ليش احنا اليوم درنا هالبرنامج هذا، وكيف وشنو الفكرة، كيف كانت الفكرة. نقدروا طبعا علينا ضغوط كبيرة جدا، وانتم تعرفوا يعني التوظيف في ديوان المحاسبة ما هوش موضوع سهل، يعني كل تقريبا الشباب الخريجين من أقسام المحاسبة عشرات الآلاف يبغوا يتوظفوا في ديوان المحاسبة، واحنا كجهة كإدارة عليا ولا حتى كإدارة وسطى ولا حتى كموظفين رانا نواجه في صعوبات كبيرة جدا، ونواجه في تحديات كبيرة جدا، ومتمسكين في سياسة توظيف سليمة تكون فيها الأساس هو قانون علاقات العمل زي ما أشار السيد من خريجين لبنى واحد، هو الأساس وأكثر حتى من قانون علاقات العمل، بل احنا زدنا شروط إضافية على قانون علاقات العمل. فبدأنا طبعا أولا بتحديد معيار التوظيف، قلنا أن التوظيف يجب أن يكون، وطبعا درسنا جميع الخيارات، وممكن تكون في خيارات أفضل من اختيار أوائل الكليات، لكن احنا درسنا كل الخيارات المخاطر وشفنا شن هي الإيجابيات في كل خيار، ووجدنا أن أفضل خيار هو أن احنا نتوجه مباشرة لأوائل كليات المحاسبة. ولازم نعلن للجميع وللمجتمع أن ديوان المحاسبة أعلن وبدأ في إجراءات قبول أوائل كليات المحاسبة، وبدأنا في إجراءات امتحان القبول. وطبعا للأسف يعني نتمنى أن كل الأوائل بصراحة يكونوا معنا، لكن لسببين طبعا احنا درنا الامتحان القبول مش يكون لمعلوم لديكم. أولا يعني فيه مشاكل في تعرفوا أنتم في العملية التعليمية، وأحيانا العملية الحصول على الترتيب ما يكونش معيار أساس، بالتالي احنا نديروا في امتحان نطمنوا به أن الطالب على الأقل عنده مستوى معين من المعرفة، وأنه وصل لأن يكون من الأوائل، على الأقل يكون فيه نوع من المصداقية. والشيء الثاني اللي هو الأهم بالنسبة لنا، احنا عندنا ثقة في جامعاتنا إلى حد ما، هو قدرة الديوان كم نستطيع أن احنا نقبله. يعني ما نقدرش على سبيل المثال تعرفوا أنتم من البرنامج التدريبي هو برنامج مكلف، يحتاج إلى سكن ويحتاج إلى مصروفات ويحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى إشراف ويحتاج إلى مناهج، يحتاج إلى مدربين وميزانية. الموضوع مش سهل. في السنة اللي فاتت راهو زي ما تكلمت أنا كانت تذكروا لبنى واحد، وقلت لكم سنسخر جزء كبير من إمكانياتنا للإنفاق على التدريب، تدريبكم وتأهيلكم. فعلا راهو كانت جزء، وأعتقد الموارد البشرية والشؤون المالية يجب أن يفصحوا على هذا الرقم كم صرف ديوان المحاسبة على لبنى واحد ونسبتها إلى ميزانية العامة، باش تعرفوا المسؤولية اللي ملقاة عليكم. راهو نسبة كبيرة من ميزانياتنا السنة اللي فاتت صرفناها على لبنى واحد، فأعتقد أن هذا يحط عليكم عبء آخر إضافي. يعني ممكن كنا نتوسعوا مثلا على سبيل المثال في التأتيت والتجهيز، وتعرفوا أن الآن كل إداراتنا، أنا معلش الكلام هذا عام، نبي نوضح لكم الصورة اللي أنتم جيتوا بها وكيف المطلوب منكم. إحنا عندنا متطلبات كبيرة جدا تجاوزناها خلال هذه الفترة، ممكن لبنى واحد يعرف الكلام هذا توا، في تجهيزات تجاوزناها، في معدات، أجهزة، سيارات، تعرفوا ان المدراء عامون عندهم السيارات، ان في عندنا حتى يعني لدرجه ان بعض حتى المحفوظات الان تعاني من قله المركوب ومن قله السياره. وكل هذا وصرفنا على اللبنه يعني في وقته، كل شيء في وقته، سواء كان في متعلق بالسكن بالاعاشه، والتزمنا بكل شيء. ليش؟ لان احنا رانا مقتنعين قناعه تامه ان هذا هو الاستثمار الحقيقي، ان احنا نستثمره في الشباب ونستثمره في العناصر اللي بترفع الديوان في المستقبل خلال هذه المرحله. ايضا السنه هذه حنبدو مع لبنه 2 بنفس الطريقة، يعني خصص جزء كبير جدا من إمكانياتنا للإنفاق على مجموعة لبنة 2، وكلنا أمل في أن هذه المجموعة كل ما نصرف عليها هو من يعتبر لا شيء مقابل الخدمات ومقابل العمل اللي بيقدموه سواء على مستوى المؤسسة أو على مستوى الدولة بشكل كامل. إذن اللي بنأكد عليه أن احنا راه البرنامج لبنة يعتبر برنامج أساسي وهدف من أهدافنا وأداة من أدواتنا، والهدف هو يعني تحسين أداة ديوان المحاسبة، لكن الأداة الأساسية اللي نعتمد عليها هي العنصر البشري. للتأكيد أيضا أن العنصر البشري بالنسبة لنا احنا هو أولوية، وأن احنا الموضوع هذا مش عشوائي، أن الخطة الاستراتيجية للديوان أول هدف فيها أو هدف استراتيجي فيها هي تطوير إدارة الموارد البشرية وتحسين كفاءتها، أول هدف رقم واحد. رقم 2 بعدين ندخل على تحسين البيئة الداخلية والاتصال الداخلي والخارجي وتفعيل عملية الرقابة ومتابعتها، كلها أهداف بعد جي بعد إدارة تطوير
تطوير إدارة الموارد البشرية لمعرفتنا وقناعتنا، وأيضا لأن استرشدنا بالمعايير الدولية واسترشدنا بتجارب الدول الأخرى والأجهزة الأخرى أن الهدف الأساسي وليكمن فيه أو من خلاله يمكن تحقيق النجاح هو الاستثمار في المورد البشري. اليوم من سنة فاتت بدأنا، أو من أكثر من سنة، من سنتين بدأنا بالتحديد، وإحنا مستمرين ومصرين على الاستمرار. لبنة اثنين وحيكون في ثلاثة وحيكون في أربعة، وبنحاول بإذن الله أن كل الديوان يستمر بهذه الطريقة وأن يبني أو يبنى على أساس سليم. في المرحلة الجاية إحنا ماشيين أكثر من هيك، إحنا هدفنا الأساسي أو رؤيتنا للديوان أن الديوان متميز، وكلمة متميز لما تقول متميز نقصد متميز على المستوى على الأقل المحلي، لابد يكون الجهاز الأفضل على مستوى الدولة الليبية حتى يكون مثال يقتدى به. فبدأنا في الأهداف الاستراتيجية الأخرى، لما نتكلم أنا عندي خطة استراتيجية 2015-2019، الهدف الأول فيها تطوير الموارد البشرية، وأنتم الأساس في تحقيق هذا الهدف. إحنا درنا كل شيء، يعني هل التحدي هذا اللي إحنا واجهناه أنتم تكملوه بالعمل وبالاجتهاد وبالمثابرة وبالتحصيل العلمي والمهني والأداء أثناء الوظيفة. طبعا أنا لما نقول في الكلام هذا مش معنى لذلك أنني عندي جميل على المجموعة اللي جت هذه وأن إحنا تفضلنا عليهم، لا لا، إحنا بالعكس جابتكم معايير معينة وأنتم جيتوا وفق ضوابط ومعايير معينة طبقت عليكم، فهنيئا لكم، يعني أنتم اللي وصلتوا لهالمستوى هذا وأنتم اللي فرضتوا أنفسكم علينا إحنا، وهذا يعتبر وضع طبيعي، لكن الاستمرار فيه مهم جدا. الاستمرار فيه ومش استمرار فيه بس في التحصيل العلمي، راه السلوك المهني مهم جدا، اطلعوا على السلوك المهني، شوفوا قواعد السلوك المهني في ديوان المحاسبة، أقروا قانون الديوان، وحتاخذوا فيه حتاخذوا يعني ساعات على قانون الديوان، شنو كيف يكون عضو الديوان، شنو المواصفات اللي تكون في عضو الديوان. عضو الديوان يعني لازم يتحلى بكل المزايا اللي يجب ان يتحلى بها موظف عمومي، بل اكثر من هيك، اولا لابد يكون الحياد والاستقلاليه، الاداء المهني المتميز، المصداقيه، المعرفه، كل هذه لازم تكون مواصفات يتحلى بها عضو الديوان حتى يكون هو قدوه لغيره، ولما يوجه الجهه انتم تعرفوا انكم انتم غدوه. طبعا لبنه واحد خلاص اصبح جزء من الديوان، انا ما عادش نفرق بينهم بين الموظفين الاخرين، لكن نتكلم على الاقل المجموعه الجديده اللي جايه، تعرف انك انت ممكن تكلف بمهمه للرقابه وتقييم اداء اعلى مستوى في الدوله، فجاه تلقى روحك مثلا في مكتب رئيس وزراء تشتغل وتفحص وتقيم وتقول هذه صح. اذا كانك انت ما كنتش قدوه ما تقدرش تقوم بهذا العمل، اذا كانك انت ما كنتش قادر اولا علميا ومهنيا، وثانيا قدوه في السلوك وفي التعامل مع الاخرين، ولم نقصد نطلع من السلوك السلبي، طبعا لازم نطلع منه ونفكروا في السلوك الايجابي، كيف نكون ايجابي، كيف نفرض نفسي مش نفرض نفسي ان القانون فرضني عليك، لا، نفرض نفسي بقدرتي ومهنيتي وحياديتي، وما تكونش عندي مصالح شخصيه، ما تكونش عندي. هل تعرفوا انكم تفرض كعضو ديوان لما تكون تكلف بمهمه، على سبيل المثال انا كل الكلام هذا يجي بعض، تكلف بمهمه عندك فيها مثلا قريب من الدرجه الاولى والثانيه والثالثه، يجب انك تعتذر عليها حتى لو كنت متاكد انك انت حتقوم بعملك وفق القانون، لكن تعتذر للتعطي ثقه في تقريرك، لازم تقول انا من الجهه الفلانيه ما نقدرش نمشي لها، ليش؟ لاني عندي فيها شخص من القرابه الثالثه، وممكن هذا يؤثر على حياديتي واستقلاليتي وقد يؤثر مباشره. واكتشفنا حالات لاشخاص اعضاء في الديوان للاسف بكل اسف انهم مارسوا دورهم الرقابي في جهات عندهم فيها ناس من القرابه او عندهم اقارب فيها من الدرجه الاولى والثانيه، وهذه تعتبر طبعا خروج على قواعد السلوك المهني كمثال، انا قلتها كمثال، هذا دليل على ان عضو الديوان يجب لما يمشي لاي جهه يعرف نفسه انه هو يقدر يشتغل بكل مهنيه وبكل حياديه. ايضا احنا ماشيين زي ما قلت لكم هذا فيما يتعلق بالجانب البشري، احنا ماشيين ايضا في تطوير الديوان من نواحي اخرى، تهيئه البيئه الداخليه للديوان، كيف نهيئ بيئه داخليه مناسبه للعمل داخل الديوان. الحدث هو معرض كتاب أقيم بالتعاون مع مكتبة علاء الدين. الغاية والهدف من هذا المعرض هو نشر الثقافة
وتعويد الطالبات على القراءة وعلى التصفح، لما للقراءة والتصفح من أهمية في صقل العقل وتنمية المدارك وتوسيعها، بحيث أن احنا نستهدف في هذه المرحلة طلاب المؤسسات التعليمية في التعليم المتوسط. هذا المعرض إن شاء الله هو باكرة، وبإذن الله هيتليه مجموعة من المعارض، بحيث أن احنا نحاول أن احنا نوسع من مفهوم الثقافة ومن مفهوم القراءة، ونحضه على القراءة بحيث أن نعطي أو نهيئ المناخ أمام الطلاب للاستفادة من هذه الكتب. طبعا هذا المعرض يحتوي على مجموعة كبيرة من العناوين، كتب للأطفال، كتب للثقافة وللأدب وللتاريخ، كتب للجانب الاجتماعي والجانب الديني والجانب التثقيفي. دائما نعرف أن أهمية مثل هذه الحدث أو هذه الأحداث أو هذه المعارض، ودائما إن شاء الله نسعى من خلال مكتب النشاط المدرسي بشؤون التعليم ومكتب الخدمات التعليمية بترونة إلى أن نصل إلى أكبر عدد من المؤسسات التعليمية. وبإذن الله نحيي كل من أو نوجه تحية لإدارة ثانوية فاطمة الزهراء على حسن تقديمها وحسن الاستعداد وتوفير تهيئة المناخ المناسب لإنجاح هذا الحدث. ونشكر لكم مواكبتكم الإعلامية، دائما أنتم في الحدث، دائما مغطين كل المناشط، وربي يعاونكم ووفقكم إن شاء الله. الآن انطلقنا من مدينة طرابلس من مركز الوطني لضمان الجودة، بعد ما تم التنسيق والاتفاق بناء على القرار الصادر من مدير رئيس اللجنة التسييرية بالمركز الوطني لضمان الجودة، واتجهنا إلى مدينة ترهونة، ووصلنا إلى هذه المؤسسة التي هي المعهد العالي للعلوم الطبية بمدينة ترهونة. والآن نحن نقوم بعمليات الفحص، والتي تتمثل في عملية مطابقة بين ما تم تقديمه من مستندات وأوراق رسمية إلى المركز وما هو موجود على أرض الواقع، طبعا من حيث القاعات والمختبرات والمرافق الأخرى المختلفة من مكاتب وحمامات وكل ما. إلى حد الآن نحن طبعا لا نستطيع أن نقول لك القرار النهائي أو القرار، لكن المؤشرات نراها كويسة. طبعا الإدارة سابقا كان فيها أكثر من 4 أو 5 مكاتب، ضمت حاليا إلى 3 مكاتب، مكتب العلاج بالداخل ومكتب علاج بالخارج ومكتب شؤون التوثيق، مكتب التوثيق. طبعا اليوم كان الاجتماع صراحة مع مدراء المصحات الخاصة ومع اللجنة العليا الاستشارية فكان الغرض من الاجتماع هو التعرف على المصحات، الوقوف معاهم في المشاكل والصعوبات، وتذليل المشاكل اللي تعاني منها القطاع الخاص، آلية العمل بين الدولة والقطاع الخاص، عرفت. هذا كان المجمل الاجتماع اليوم على معرفة المشاكل والوقوف عليها، كيف نحل المشاكل اللي تواجه بين القطاع الخاص والقطاع العام الدولة، وكيف المواطن يلقى خدمة جيدة في الداخل. ونحن بصدق يعني أنا كنت معهم ونأيدهم أن يكون العمل خاص أفضل من أن نطلع المريض للخارج، هيكون إذا كان متوفرات جميع المشاكل يعني من الأورام والزرع الكلى وزرع الكبد والمشاكل اللي يعانوا بها والقلب المفتوح، يعني إن شاء الله متوفرة هنا في القطاع الخاص. فذلك إن شاء الله يعني نحن حنديروا آلية معينة بحيث نحن إيش نخدم المواطن اللي في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب أو الوسطى يكون هنا. يعني دكتور بعد استحداث الإدارة هل سنرى يعني تحسن؟ بإذن الله إن شاء الله. طبعا هذه من توجيهات وكيل الوزارة الدكتور محمد هيثم وتوجيهات معالي الوزير بهي. نحن 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 نخدم خدمة، مش خدمة انفرادية، نحن خدمة جماعية، ضروري فيه تعاون من جميع الأقسام الموجودة في الوزارة، كالمالية، كالديوان، كالمكاتب
مكاتب الشؤون الطبيه ان شاء الله باذن الله تعالى اللي شفت معنا ناس بيخدموا بيطوروا الصحه في 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 ليبيا. دكتور تمنعنا من المواطن يشتكي من غلاء اسعار العيادات الخاصه، يعني سنرى ضوابط في تفعيل التسعيره في طبعا الامور هذه الامور الماليه الصراحه في 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 زياده التسعير للمواطن مشكله ان هي مربوطه بالصرف، لان القطاع الخاص يشتري في 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 ادويه ومعدات مربوطه بالصرف الهني، لكن في اليات اخرى ممكن الدوله هي اللي تشري، يعني تخفف عليهم من 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 من, من امور يعني تخليه على على حساب الدوله المواد هذين، وحتى تكون التسعيرات تكون اقل ان شاء الله للمواطن. طبعا هو المواطن مش حيدفع شيء بصدق، يعني هي الدوله اللي تتحمل جميع الـ يعني، لكن حيكون ان شاء الله اسعار موحده، حيشكل مصحات مصنفه زي ما نقول مصحه الف مصحه باء مصحه جيم، المصحات هذين حيكون لهن تقييم عن طريق الجودة، مكتب الجودة وتقييمها، ولها درجة معينة، لأن في اللي يدير العملية استشاري، في اللي واحد يديرها أخصائي، في واحد طبيب عام يدير العملية هذه مش متخصص، فهذين كلن حيكون في ضوابط بحيث نحن نقدر نوحد حتى التسعيرة بين المصحات. هل سيتم الإعلان عنهم؟ بإذن الله تعالى أنا مازلت يعني بادي جديد، وإن شاء الله بعد أسبوع أو 10 أيام حنجتمع بالمدراء المصحات ونحطوا آلية معينة، حيكون معي مراقب مالي عرفت، وحتكون الأمور واضحة إن شاء الله. كان اجتماعنا لأن يعني تغيرت الهيكلية نتاع وزارة الصحة، تغيرت مكتب شؤون العلاج إلى إدارة الشؤون العلاجية، يعني تم تكليف الدكتور عادل بالموضوع هذايا. اليوم كان أن اجتماعنا المصحات نشبعه في شن العقبات اللي تواجه المصحات، شن الآلية علاش يعني المشاكل اللي قاعدة بين كوزارة الصحة مع المصحات، آلية دخول المريض للمصحة، آلية أن المريض يعني كيف نقول لك يعني باش يحصل أحسن خدمة في المصحة، وشن طلب المصحات، يعني المصحات شن تطلب من وزارة الصحة باش أنه يستمر العمل في الموضوع هذايا. باهي دكتور، يعني المشاكل الان حاليا تواجهكم، هي المشاكل اللي تواجهكم كاداره؟ والله هو انت ما يخفى عليك القطاع العام في ليبيا قاعد انه يعني يعتبر انه يعني حتى كخدمات يعني تعتبر من الدنيا، يعني نتيجه للظروف اللي مر بها البلاد ونتيجه الامكانيات نتاع القطاع العام. يعني تو في تم الاستعانه بالموضوع هذا بدل ما ان المريض يطلع للخارج بالقطاع الخاص داخل ليبيا. يعني الاشكاليه حاليا احنا نحكي على الضوابط، انت انه باش انت تبعث المريض للمصحه للقطاع الخاص لازم تبدا فيه ضوابط للمصحه، يعني كالتزام كانت تقدم جوده خدمه للمريض، يعني هذه اهم حاجه في الموضوع هذا. لكن وقاعد الامور يعني القطاع الخاص يعني قاعد الامور القصه الموضوع كلها موضوع مالي، يعني الموضوع المالي هذا مش مرتبط بوزاره الصحه، يعني مرتبط بهيكليه الدوله كعامه. يعني احنا كمكتب علاج احنا في الاخير اي مصحه كنا احنا متعاقدين معها تحولنا في معاملات احنا نتموا فيهن ونحولوا فيهم للماليه، يعني الاشكاليه مش عندنا احنا كوزاره الصحه، الاليه في الدوله كعامه، وهذا اكثر النقاط اللي تو المصحات تشكي من الموضوع المالي. يعني دكتور بعد استحداث هذه الاداره، هي السنارة يعني إيه تو حاليا تو الفتره الاخيره تم يعني تخليص الديون في انتهى 2017، وتم رصد مبالغ ماليه للديون تاع 2018، وفي في 2019 حنبداوا اليه جديده للتعاقد، اليه جديده رؤيه جديده للتعاقد مع المصحات بناء على الجوده، بناء على الكفاءه، بناء على تقييم الخدمه للمريض، وحيتم تصنيف المصحات كلاس A و B و C، وبناء عليه حتبدا يعني انا نبعث المريض للمصحه الفلانيه مثلا، ونبدا انا يعني ضامن انه المصحه حتقدم احسن خدمه للمريض في الموضوع هذا. هل سيتم يعني تقليل من تفشي الفساد يعني في المريدانيه اي في الامور هذه، وهذا اللي نسعى له احنا في الموضوع هذا، احنا بالاليه الضبطيه الجديده هذا اللي نسعى للموضوع هذا، نحاول نقصوا الفساد في الموضوع هذا، لان طبعا هي اليه العلاج بالداخل اليه ممتازه، لكن في الفتره اللي فاتت صار فيها يعني نوع كبير يعني من الشبهات الفساديه، يعني عمليات يعني باسعار خياليه وبدون رقيب، هو يعتبر يعني عمليه مستحدثه في ليبيا قصه القطاع الخاص، ودروي ما في الفتره الاولى تبدا يعني الفتره الاولى دروي ما في عقوبات يعني يسمون فيها صعوبات في الموضوع هذا، لكن تو حاليا ماشي للتنظيم ماشي للانضباط يعني